بينزلوا باول جلسه بينتخبوا، ثاني جلسه بروح النصاب. بروح النصاب. هلا طبعا ما حدا بيقدر يخفف من اثر الفراغ او بسموه شهور الرئاسه، لانه بلد بلا رئيس معطل، خصوصا بظل حكومه تصريف اعمال. لكن الشيء الجيد طبعا هذا مش من باب التوهين الوضع بمعنى تخفيف من الشيء، انه لا الحمد لله البلد لا يزال مستقرا رغم الاحداث. كانت التوقعات انه ينفجر البلد، كان في مخاوف عند الجميع، يعني سواء عند الاجهزه الامنيه، عند الاوساط الدبلوماسيه، حتى ما قالته نائبه وزيره خارجيه امريكيه انه في تخوف دائما. صحيح. لا حتى الان امتص البلد عده امور كانت صعبه، موضوع كيف تعاطي حكومه تصريف الاعمال مع الوضع بظل فراغ رئاسي. نعم. الجلسه اللي انعملت بمجلس النواب وتقريبا بتنسيق بين حزب الله والرئيس بري قدروا امتصوا وعطوا قوه دفع للرئيس مئاتي بدون الاصطدام مع تيار الوطن الحر. نعم. ومن دون احداث اشكاليه دستوريه او ميثاقيه. النقطه الثانيه الموضوع الامني حتى الان مع وجود بعض مثل ما صار امبارح بالارز، مثل ما احيانا بعض الاحداث عم بتصير، لكن حتى الان الوضع الامني تحت السيطره. وكلام اللي عمله قائد الجيش الاجتماعي انه الجيش هو يعني يحافظ على الامن وما في حدا مسموح انه يراهن على فراغ امني او على ازمه امنيه. البيان اللي اعلن من القوى الامن الداخلي عن اكتشاف مجموعات كانت تريد التخريب دليل كمان يقظه لدى شعبه المعلومات اجهزه الامن العام. في وضع امني لا يزال تحت السيطره، طبعا هذا الخوف بده يضل باقي. الوضع الاقتصادي والمعيشه رغم انه كمان هو يعني يواجه ازمه، لكن عم نشوف انه كل ما انه عم بيطلع شوي بيرجع بيضبطوه بيرجعوا. نعم. في هذا الوضع، لكن طبعا وضع مش طبيعي. نحن عم نمشي بين الالغام بس يعني بمرحله عدم، يعني لذلك البعض بيقول انه يفترض ما نعيش نكرر تجربه 2014 2017، انه ما بيتحمل البلد سنتين فراغ رئاسي او شغل رئاسي. لذلك الجهد يجب ان يبذل بسرعه بين اللبنانيين من اجل انتخاب رئيس. لكن حتى الان ما في مؤشرات للاسف، يعني المبادره كان في مبادرتين، المبادره الاولى عملوها النواب التغييريون اللي كان يفترض تستكمل، لكن للاسف صار في خلافات فيما بينهم حول الملف الرئاسي، عملوا نعم. تصور وعملوا مؤتمر صحفي وبلشوا لقاءات قبل تحديد موعد جلسه انتخاب الرئيس، لكن للاسف مع اول جلسه انتخاب رئيس تبين انه هن مش متفقين بعضهم وانقسموا، فهيدي المبادرة لم تستكمل رغم نعم. انه كانت ممكن تكون مبادرة لبنانية جدية. المبادرة الثانية اللي اطلقها الرئيس نبيه بري لحوار، بغض النظر عن شكل الحوار، هل هو حوار جماعي بيجمع الناس حول طاولة او لا، حوارات يعني. للاسف موقف تيار الوطن الحر والقوات اللبنانية افشلوا. هلا اجى المبادرة الثالثة اللي هي مبادرة ماذا؟ كان في مبادرة خارجية لكنها لم تكن مبادرة مستكملة، هي المبادرة السويسرية. نعم. كان في جهد عم ينعمل من اجل عقد حوار لبناني لبناني، صحيح برعاية سويسرية، لكن حوار لبناني لبناني بوجود حزب الله، بوجود كل الأطراف، يعني كل الأطراف الأساسية تقريبا طبعاً. تم تفخيخه برأيك وتفجيره. تم تفخيخه تفجيره لأنه حزب الله كان طرف لأنه في جهتين إقليميتين أو عربيتين اللي هي مصر والسعودية لم تكن موافقة على هذا الحوار أو مرتاحة لهذا الحوار، فتم تفخيخه بفكرة أنه بده يستهدف الطائف. نعم. وشن هجوم عليه وانتهى، يعني وإن كان لم ينتهي كليا حسب المشرفين عليه ممكن يستكمل لاحقا لكن بظروف أفضل. متى لاحقا؟ يعني في سعي له، في سعي، في معلومات انه ممكن يروح وفد سويسري الى السعوديه لاعاده التواصل اضافه للجهد الفرنسي السعودي. نعم. انا برايي هذا بده يتم يمكن بعد انتخابات رئاسيه مش قبل، يعني لا حتى لا يفسر انه لها علاقه بالانتخابات الرئاسيه، بس هذا الجهد سيستمر. نعم. وانا برايي نحن بحاجه لحوار سواء برعايه سويسريه او غير سويسريه، حوار بين حوار الاطراف لبنان. ولا حوار لوضع صيغه نظام جديد. هلا وضع كمان هذا لانه انعمل تخويف انا سميته فوبيا اتفاق الطائف ووثيقه الطائف، ما في حدا هلا عم يطرح نظام سياسي جديد، ما حدا. حتى حزب الله المتهم الاكبر بانه مسؤولون بحزب الله عم بيقول نحن هلا لا عم نطرح نظام سياسي جديد ولا عندنا تعديلات ولا بدنا مثلثه ولا بدنا مرابعه، ما بده يعني ما هلا بيقولوا خلينا نطبق اتفاق الطائف ونشوف شو بنسوي بعدين. بحاجه يعني لتعديل بس قالوا بحاجه لتعديل، ولكن خلينا هلا نطبق. اي حدا بفكر انه هذا النظام السياسي ما بحاجه لتعديل ولا تغيير بكون مش طبيعي. نعم. هلا وثيقه الاتفاق الوطني اللي هي اسمها اتفاق الطائف
هي وثيقه وضعت لازم تستكمل مثل ما قال الاستاذ وليد جملاط ومتابعتها، لكن حتى هذه الوثيقه سواء بتفاصيلها او بتطبيقها الدستوري بحاجه لمراجعه. نعم. اللي بيقول غير هيك بيكون مش طبيعي، بمعنى انه مش شايف شو صار من 30 سنه لليوم. لكن ما حدا مستهدف اتفاق الطائف، نحن بحاجه الى حوار لبناني لبناني. هلا اللي ما بعرف اذا بدنا نسبح على البطرك، مؤتمر دولي لرعاية لبنان ما في، مع احترامي لسيادة البطرك. نعم. مش ردا عليه يعني، لكن ما حدا فاضي للبنان اليوم، ما حدا. في عنا في دولتين مهتمين شوي جزئيا، او ثلاث دول اذا بدي يكون اكثر دقه، على مستوى فرنسا. نعم. عندها اهتمام، بس لوحدها غير قادره، لانه كمان السعوديه مهتمه بس مثل ما هي بتشوف امور. وفي الفاتيكان. الفاتيكان قطر غير قطر. قطر لها مصالح بلبنان، ممكن تكون لها دور بالنفط بالغاز، بس ما عندها اهتمام بقطر. اذا الفاتيكان هذا الفاتيكان معني بلبنان، مهتم بلبنان. هو الذي ترجمه البطرك من لا لا، حتى الفاتيكان بقول اذا اتفقوا اللبنانيين على حوار نحن معهم. اذا في امكانيه البابا يتابع وضع لبنان بشكل جدي حسب كل المصادر المعنية بالديك وبشكل جدي. نعم. صحيح ما قدر إجا على لبنان لظروف معينة، لكن الفاتيكان بالنسبة له لبنان أولوية، وهذه بأكدها شخصين يعني أنا سمعتهم مؤخرا، سفير فريد الخازن. نعم. سفير لبنان بالفاتيكان بقول حضور لبنان بالخطاب البطريرك الفاتيكاني حضور دائم والاهتمام، ولكن على طريقتهم. والأب الدكتور باسم الراعي اللي هو قريب كتير من البطركية المارونية ويتابع بكمان بمحاضرة بمكتب السفير منصور عبد الله قبل شيء أسبوعين، إنه بيتابع بيعمل وثائق يعني. نعم. توثيق إنه قديش عم يحضر لبنان باجتماعات الفاتيكان، لكن الفاتيكان لوحده ما يقدر يعمل شيء، بده يحكي مع الفرنسيين، يحكي مع الأمريكان، يحكي مع أي دولة أخرى. هلأ في دولتين يعني اللي مباشرة علنا، السعودية وفرنسا، لكن ما في توافق بيناتهم على رؤية واحدة، في خلافات بيناتهم. ولهلأ الخلاف يتقاطع عند حزب الله. أحد الوجوه يعني فرنسا عندها رؤية للعلاقة مع حزب الله تختلف عن السعودية. السعودية ما بدها علاقة مع حزب الله حاليا، ممكن مستقبلا تصير العلاقة مجددا. نعم. بس ما في هلأ توافق دولي أو عربي مشترك. هلأ مصر بتهتم بلبنان بس ما عندها مبادرات عملية. مصر بتتابع، خاصة سفير مصر بلبنان من أهم وأقوى السفراء يعني العرب ومتابع، لكن ما في مبادرة مصرية. عنده المصريين هموم أخرى، وضع. نعم. داخل مصر، لذلك ما في. والسفير فريد الخازن بوجهة نظر أخرى عمل كمان بأحد المحاضرات عرض لواقع الدولي والإقليم اليوم. العالم اليوم والدول الكبرى عندها اهتمامات وأولويات، يعني بتبلش بأوكرانيا، بالبيئة، بالنفط، بالغاز، شوي كان بالعراق، شوي باليمن، بس لبنان ليس بالأولويات. لذلك ما في إمكانية، مع احترامي لدعوة البطرك اللي عم بيكررها ولمن يعني كمان يساعد البطرك، يعني خصوصا معالي الوزير السابق الأستاذ سجعان أزل، لأنه هو صاحب هول الفكرتين المهمتين، يعني فكرة الحياد فكرة المؤتمر الدولي. نعم. بس ما في مجال، لا في حياد ولا في، يعني هذه الفكرتين هن مصدر السابق سجعان أزي، ولا طبعا البطرك، ولا البطرك، ولا جهة دولية تحديدا. لا لا، ما في جهة دولية أبدا. ما في حدا، ما في حدا. حتى الفاتيكان مع فكرة حسب ما سمعت أنا من اللي بيتوصلوا بالفاتيكان مع تحييد لبنان. نعم. بيستخدم تعبير تحييد لبنان عن الصراعات، مش حياد لبنان. موضوع الحياد صعب، مستحيل بلبنان. صحيح.